لو سبنا نادي الزمالك ونادي الأهلي ورحنا لنادي الإسماعيلي، نادي الإسماعيلي بقيادة كابتن إيهاب جلال، اللي استقر كابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي على دخول في معسكر مغلق في القاهرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في ربع نهائي كاس مصر المقرر للتاسعة مساء السبت. وأشاد كابتن إيهاب جلال بما قدمه لاعبوه أمام سموحة بعدما سيطر الدراويش على مجريات المباراة، وقال يعني اللعيبة بذلوا مجهود كبير جدا، وتحديدا الفلسطيني خالد النبريسي اللي سجل هدفي الفوز ووصل لثلاث أهداف في مباراتين في كاس مصر بعدما غاب عن التهديف في مباراة الدوري. وطلب كابتن إيهاب جلال اللعيبة بالتركيز بشكل كبير جدا، عدم الالتفاف لأي كلام يكون موجود على السوشيال ميديا أو أي إشادة يكون موجود من الجماهير. قال مش عايز حد يركز غير على لقاءات الكاس. قال الطريق مش سهل ولكن مش مستحيل. قال الإسماعيلي عاوز يفوز ويوصل للنهائي ويفوز بالكاس. نادي الإسماعيلي طبعا من الأندية الكبيرة جدا اللي وجوده في أي بطولة تقول إن هو بكل تأكيد ناوي على الفوز وبيوصل لأبعد مكان، وهو في السنة المئوية عاوز يكون موجود ببطولة في المئوية بتاعته، عايز يحتفل ببطولة مع جماهيره. كل التوفيق للإسماعيلي فيما هو قادم من لقاءات. لو رحنا لنادي الاتحاد، قرر مسؤول نادي الاتحاد السكندري فتح مزاد على بيع الغاني بنجامين بواتينج مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم وجود رغبة في بقاء اللاعب الغاني بصفوف زعيم الصغر. عرضوا اللاعب للبيع ومفيش لسه عروض كتير جاية خلال الميركاتو الحالي، ولا يفضل مسؤول النادي الاتحاد بقاء بواتينج مع الفريق في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة بخلاف ارتفاع راتبه اللي بيتقاضاه بالدولار، ويمثل عبء كبير على خزينة الزعيم الصغر في الوقت الراهن، ويرى أنه من الأفضل التعاقب مع لاعب أجنبي جديد، ويعني محاولة تكرار كده تجربة مابولولو اللي تألق بقميص سيد البلد. وعلى فكرة يعني الاتحاد من الفرق اللي بتعرف تجيب مهاجمين أفارقة جيدين جد، يعني لو رجعنا كده تلاقي في أسماء كبيرة جدا جدا، في مابولولو، في كابونجو كاسونجو كان موجود، أسماء كتيرة جدا بيقدر الاتحاد يجيبها وتنور، ويبدأ الأندية سواء في الدوري المصري أو في أفريقيا تتهافت على اللاعبين ويجي لهم بعض عروض بغض النظر عن تراجع مستوى بنجامين. عرب مجلس إدارة اتحاد الكرة هلا البرتغالي بريرا رئيس لجنة الحكام تخفيض راتبه إلى 10,000 دولار للبقاء في لجنة الحكام بالموسم الجديد 2024-2025. بيحصل بريرا على راتب شهري قيمته 19,000 دولار منذ تعيينه من سنة فاتت، وانتهى العقد بنهاية الدوري الممتاز 17 أغسطس الجاري. وأجل اتحاد الكرة حسم مصير البرتغالي بريرا رئيس لجنة الحكام من البقاء أو الرحيل عن اللجنة حتى نهاية بطولة كاس مصر، وذلك بسبب الانقسام داخل مجلس اتحاد الكرة، خاصة أن هناك من يؤيد بقاء وآخر من يؤيد الرحيل، وما دفع أعضاء المجلس لحسم القرار النهائي. كما عرض أعضاء مجلس المطالبين ببقاء بريرا تخفيض راتبه الشهري في حال تجديد تعاقده، خاصة أنه كان بيحصل على 19,000 دولار، وقالوا لازم المبلغ يتخفض في حالة هيكمل. كلامي ده مش بقول ان هو مكمل، في ناس قالت مش عايزينه، ما قدمش الوعود او ما قدمش التغيير، او كان في ازمات في وجوده زي هو مش موجود، فبلاش يكون يمشي ونشوف بديل. وفي ناس قالت لا، الراجل موجود وبدأ يشتغل وبدأ يبان، بس لو هيكمل نقلل الراتب بتاعه. هل هو هيوافق بده اصلا؟ هنشوف خلال الأيام القادمة زي ما الاتحاد قال، تحديدا القرار النهائي هيكون بعد انتهاء بطولة الكاس.